السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد معسله من معسلات رمضان. غادي نشارك معكم بليغات ديال الزنجلان، ولكن ماشي على شكل ديال بليغات، هاد على هاد الشكل هذا. شفتو عند بنت عمي سعيده، كنسلم عليها من هنايا. اللي متبعيني من شحال هذا يكونوا كيعرفوها، ظهرت معايا بزاف ديال الفيديوهات، عدات وصيفطت لي التصويره وشهاتني فيهم وقلت لها والو دابا تعطيني المقادير والطريقه، وعطتني المقادير وعدلتهم وشاركتهم معكم. وجاو غزلان كيحمقوا، جاو هشاشين ومزيونين، المذاق ديالهم عجبني بزاف. فشاركت معكم الطريقه في هذا الفيديو، نخليكم تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا عندي 200 غرام ديال الزنجلان محمر، 200 غرام ديال الطحين. انا غنعمل كميه قليله، الا بغيتوا كميه كبيره كتضوبلوا العبر. عندي هنايا جوج مغارف كبارين ديال الزبده، عاد غادي نذوبهم. عندي هنايا غير نص مغرفه ديال النافع، نص مغرفه صغيره، يعني نص مغرفه صغيره ديال حبه حلاوه، نص مغرفه صغيره ديال القرفه، مغرفه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، نص كاس ديال مزهر، والماء على حسب الخليط اللي تجمعنا العجين. بسم الله، اول حاجه غادي نخلطوا النواشف مع بعضهم، نخلطوا الطحين مع الزنجلان، وغادي نزيدوا هاد التقاوت اللي عندنا، خميرة، ونخلط. دابا غادي نزيدوا الزبده اللي ذوبنا، وما زهر، وغنخلط وغنكمل الجميع بالماء. هانتوما انا جمعت العجين كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقسمو وغادي نلوه في بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح واحد نص ساعه هيداك، وديك الساعه نقلقوه. صافي، دابا غادي نشكلوها البنات. انا عملت طرف العجينه الاول، دابا غادي كنقسموا العجينه وكنطلقوها بين جوج ديال البلاستيكات باش ما تلصقناش. دابا بالنسبه للطريقه، غادي نقطعوا دوائر قد ما بغيتو نتوما، نتوما والذوق ديالكم. دابا غادي نجيبو العجين هيدا وغادي نطوي هيدا ونشبر هاد القنوطه مع بعضهم هيدا، شتو؟ وعاوتاني نجي لهاد الجهه هادي ونشبر جوج قنوطه مع بعضهم. بونو هي الدائره ما عندهاش القنوطه، ولكن كنشبر جوج جوايا هيدا وجوج جوايا هيدا وكنتكي. صافي، وكتشبر لي هيدا، كتجينا على هاد الشكل هذا، شفتوا؟ صافي، كنكمل بنفس الطريقه. البنات ساليتهم كيف ما كتشوفوا، خليتهم منزلين واحد المده تنشفوا باش منقليوهم، يبقاو واخدين الشكل ديالهم. ودابا عملت هنايا الزيت سخنات وغادي نبدا نقلي. بسم الله، غادي نحطهم هنايا.
ها هما من بعد ما تقلوا وعسلتم البنات كيف ما شفتوا في الفيديو، قليتهم وهزيتهم سخونين، عملتهم في العسل قطرتهم، ودابا في هذا الوسط كنعملوا واحد شويه ديال العسل، حيت اصلا ما تعسلوا لنا شي من الوسط مزيان، يعني حيت شمين عملتهم في العسل ما كيتعسلوش شي من الوسط مزيان، فغنزيدو نعملوا لهم واحد مغير في هذا العسل هنايا. عرفتوا يا بنات شحال كتوقع لي نوبة مصباح وانا كنهضر؟ جاب يلاه الكاميرا كتسجل وانا مش عالتاش، كتكون شاعلة الضو وانا مش عالهاش، مسامحة. قلت لكم دابا من بعد ما عمرتهم بالعسل كنعمل هنايا لوز ايفيلي، كاتيهم واحد منظر مزيون صراحة. ما كنتش تنوية نعمل هادو ديال الزنجلان، شفتهم عند سعيدة وشهاوني، صيفطت لي التصويرة ديالهم، عملتهم على هاد الشكل هادو وعجبوني، جوعني وصافي شهاوني، قلت خليني نعدلهم شحال اللي عدلتهم هي بهاد الشكل هذا، ما نعملش بليغات. ايوا وجاو واعرين حتى في المذاق صراحه، قيستهم كليت جوج كيف قليتهم وعسلتهم كليت جوج، عجبوني بزاف. ايوا صافي دابا نعوضهم في بلاطو ونرجع لكم. اوكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنتمنى يكونوا عجبوكم. كيف ما شفتوا الطريقه سهله وما كيديوش الوقت بزاف، دغيا ساليتهم زعما عدلتهم في عشيه وحده. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، عجبكم الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لايك باش تشجعوني على الاستمرار. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة، عشركم مبروكة.